البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. المهم ربطت عليا عليكم واحد شويه، ولكن جيتكم بواحد الموضوع اللي هو زوين زوين بزاف، اللي صراحه ملي كنبدا نهضر عليه كنهضر عليه من القلب، حيت كنتاثر بصح ملي كنشوف شي وحده، شي مراه كتعاني بسبب المعامله ديال الزوج ديالها اولا بسبب هي المعامله ديالها لنفسها. كيضرني خاطري وكنبغي نوصل المساج ديالي، يعني ما حقت من الاحسن انني ندير فيديو. حتى ديجا في الفيسبوك ملي كنشوف شي حاجه صراحه كنبقى نهضر بلا فرانات. مهم، ولكن قبل بغيت نقول لكم علاش زعما خبرت هذه المده كامله. صراحه انا القناه ديالي كما كنقول لكم دائما كنبغي شي حاجه نبارطاجي معكم اللي تستافدوا منها، اللي غتزيدكم شي حاجه، اما غير باش تجيو تفرجوا فيا نشارك معكم شي روتين ولا نشارك معكم انا مشيت. انا ماشي هو هذا الهدف ديالي من الاول، نهار اللي فتحت القناه غير كنلقى راسي تابعه المحتوى اللي دارج في على اليوتيوب. فهمتوني شنو واقع؟ يعني انا كنبغي نبارطاجي معكم محتوى اللي هو هادف، محتوى اللي هو مفيد، ولكن بحكم انني انسان بحالي بحال جميع البشر، يعني كنبقى تابعه بحكم كندخل اليوتيوب كيطلعوا لي هكا دي فيديوهات، يعني كنشوف المحتوى اللي كاين كنصدق راسي كنلقى راسي انا ندير بحال داك المحتوى. دونك انا هذا هو الهدف ديالي، نهار اللي غادي نموت ولا نهار اللي غادي ما نحبس على القناه كتبقى القناه يعني خدامه، كتاخذ منها واحد الاجر وفي نفس الوقت بنادم كيستافد منها، يعني ماشي واحد العمل اللي مقطوع نهائيا. ندوزو للموضوع ديالنا. نبدا لكم بعدا منين جاتني الفكره انني ندير هذا الموضوع هذا، ومنين جاتني انني نهضر. كما قلت لكم انا في الواقع راه ما كنسكتش على هذه المواضيع هذه، راه كنهضر ولكن على القناه عمري صراحه ما طرقت لهذا الموضوع هذا. مهم، الموضوع شفت بعدا في فيسبوك واحد الكم هائل ديال البيبليكاسيون مع واحد المداخله على الجروبات ديال العيالات وداكشي، كان واحد فين كيتناقش فين كيهضر وهذه، كنلقى بان بزاف العيالات اللي كيقول لك انا الراجل ديالي مابقاش مسوق ليا، انا راجلي كندير له كلشي، نطيب ليه نصب ليه نوكلو نشربو، كيجي وقتي كله كنعطيه له، انا حياتي ما دايره فيها حتى شي حاجه، وعلاش ما كيتعاملش معايا مزيان؟ شنو ندير؟ شنو الحل اللي شنو خاصني ندير باش هاد الزوج يرضى عليا ويتعامل معايا معاملة كنستحقها؟ يعني هاد السؤال هذا كنبقاو نشوفوا بان المرأة كتبغي ترضي راجلها باي طريقه باش تعيش واحد الحياه اللي هي مزيانه كتليق بها كما هي كتمنى. اهم نقطه في هادشي كله هو هاد التصرف اللي كديروه، راه ماشي هو هذاك، هاد التصرف اللي كديروه اللي كتعطيو وكتقلبوا تزيدوا تعطيو، واخا نتوما عاطين كلشي وكتقلبوا تزيدوا تعطيو راه ما ينفعكمش، غير كيضركم نتوما. علاش؟ حيت ملي كنعطيو اكثر من القياس كيبقى يحس بيه بحال واجب. يعني حالات بزاف بزاف شفتهم انا قدام عينيا، شي حوايج عشتهم، شي حوايج شفتهم مع صحاباتي، شي حوايج سمعت بيهم، بحال المهم هي غير التربيه ديالنا حنا كيفاش كبرنا، ولكن ماشي دابا واحد الوقت تبدل. يعني المراه ولات تبارك الله قاده براسها، المراه ولات كدير شي حوايج اكثر من اللي كيديرهم الراجل، يعني ما بقاش داك الوقت ديال المراه كتمشي كتحني الراس وكتصبر للذل، تصبر للقهره، تصبر للحقره، تصبر بزاف ديال الحوايج وتكمل حياتها هكاك وهي كتقتل راسها. لا، دابا الوقت تبدل، المراه ولات قادره براسها، يعني المراه ولات يعني واحد الدرجه ديال الوعي طلعت بالنسبه للمراه. يعني شحال هذه كان ربما ما الناس ما قاليينش، ربما كان حكم علينا الاعتقادات او التقاليد او التربيه اللي كبرنا فيها، بحيت كاين يعني شي حالات اللي كتلقاي بان الراجل كيدخل للدار، الدرجه ديال الاحكام والدرجه ديال الهيبه ديالو والسيطره ديالو على المراه، يعني ممكن خصو غيغسل يدي، خصو الفوطه يلقاها في الطبله مثلا. حنا عارفين بان الفوطه غنمشيو غادي نلقاوها في الحمام ولا غادي نلقاوها في لافابو، كنغسلو يدينا نلقاو فوطه حدانا نوصلو منها فوطه حدانا ما قطرو لا في الارض لا والو، وهذا هو العادي نورمال اللي خاصو يكون. ولكن حالات شفتهم انا بعيني بان الراجل خاصو الفوطه تكون في الطبله، يمشي يغسل يدو ويجي يلقى الفوطه في الطبله ويمسح يدي. المراه كانت عندها يعني ضروري قبل ما يجي من الخدمه خاص الفوطه تكون محطوطه ليه في الطبله، يعني حتى لهاد الدرجه ديال القيمه اللي كنعطيوها الراجل مع الوقت ما كيبقاش داك الراجل يحترمنا، ما كيبقاش يقدرنا، ما كيبقاش يعني بزاف الحوايج اللي حنا كنديروهم على قبل هو ما كيقدرهمش ما كيفهمهمش، كيجيبوا الله راه بالسيف عليك كديري داكشي واجب عليك، وفي التالي يعني كتلقاه ما كيحترمكش، خلاص التقديره ما كاينش. و يعني وكنسمعوا بزاف ديال يعني كنلقاو خيانه، كنلقاو بانه كتبان له شي وحده اللي هي واثقه في راسها واللي هي مكونه راسها واللي هي قادره
ندير بزاف د الحوايج كتبلو فيها وكيخلي داك المرض كي اللي درويشه واللي هي ضربت حياتها كامله على قبل باش هو يكون مرتاح. يعني دا باش تردوا البال الخطا اللي كنديروا. شنو نقول لكم حالات بزاف بزاف غنقولها لكم، يعني هما حالات بزاف ولكن غير اللي جا قبالتي دابا غنقولوا لكم. كاينه حاله ديال واحد المرأة اللي تخلات على كلشي في حياتها، حبست قرايتها، حبست خدمتها، حبست بزاف ديال الحوايج باش تكون هذا الراجل من يجي يكون يلقاها، يعني اي حاجه بغاها هي تكون وحده باش تنفذها ليه. ولكن من بعد شنو كيوقع؟ داك الراجل كثرت ما ثاني كيولف عليك بانك راكي بغيت كتقولي له بسم الله هي حداك، يعني دايره بحال عايشه حياتك على قبل هو. هذا شي حاجه زوينه ولكن مع الراجل اللي يستاهل، الراجل اللي حتى هو كيعاملك نفس المعامله اللي هو حتى هو كيقدرك، مع الراجل اللي كيحترمك ما فيها باس. ولكن انا كنهضر على الفئه ديال العيالات اللي عايشين مقهورين محقورين والراجل ما كيعاملهمش نفس المعامله اللي هما معاملين. بحال هذا النوع ديال الرجال اللي يولفوا هكا خاصكم العيالات تقولوا صافي ستوب ستوب. انا ديك الوحده اللي كانت شحال هذه كتحمل اهمال، كتحمل الاهانه، كتحمل الهضره الخايبه، كتحمل الخيانه، كتحمل بزاف الحوايج، خاصكم ضروري يجي واحد الوقت تقولوا صافي ستوب صافي، ما غنوليش نزيد، انا نزيد نصبر ونطيح من راسي على قبل واحد الشخص. صراحه كلشي خاصو هكا يفيق مع راسو باش غنتجنب انا هاد المعامله ديال هاد الراجل اللي غدا كتخيب نهار على نهار نهار على نهار. كل ما انا كنزيد نعطي كل ما هو كيخيب معايا، كل ما انا كنزيد نحن هو كيزيد يقصح معايا. شنو باش غنتعامل مع هاد الموقف هذا؟ ماشي غنجي واحد النهار غادي نصبح غادي نفيق نقول لا صافي اليوم ستوب جمعوا الطوي انا ما غنفعل ليه ما غنترك ليه ما ندير له حتى حاجه. ما يمكنش ديك الساعه شنو غتولي في الصداع، غتولي مدابزه، تقدر توصلوها مدابزه كبيره، تقدر توصلوها الطلاق، تفرقوا الا كنتي انت ما باغاش الطلاق، يعني غتوصلي للطلاق وانت ما باغاش. فشنو خاصك ديري بعدا باش تحلي هذا المشكل هذا وبلاتي هي احسن؟ فانا كنصيحه وكحاجه اللي غنبغي العيالات كاملين يديروها، يعني هي تبغي راسك، داك الاهتمام اللي غتعطيه لك راه جمعتيه راسك انت الاولى. حيت غتلقاي هذه المراه اللي كتلقى راسها كتفيق مع 6 الصباح ولا 7 الصباح باش توجد راجلها الفطور، داكشي اللي كيتشهى واللي كيبغيه غتنوض توجدو وتعذب، وكتنوض مسكينه فرحانه وبحماس ملي كتحط في الطبله، يعني فرحانه وعجبها الحال وما كتسمع حتى شي كلمه زوينه حتى شي شكر باش يشكرها على داك التعذيب اللي فاقت الصباح وجدت. يعني كيولي له هو روتين، كيولي له عالي، شي حاجه مجبره انك توجدي له. النهار اللي ما توجديلوش غتنوض غوت، داك الجهد اللي غندير له وانا نفسي مثلا في واحد الفطور معين انني ناكلو ولكن وجدت حيت هو باغي، هذه خصني نبدا نحيدها. غادي نوض الصباح غنشوف الفطور اللي انا مشهيه، ما فيها باس ندير اللي مشهيه حتى هو ولكن نسبق راسي انا وغنعطي لراسي قيمه ونهتم براسي. كيفاش غنعطي لراسي قيمه ونهتم براسي؟ شنو هو الاهتمام براسي؟ الاهتمام ماشي انني نمشي نخسر على راسي فلوس، شعري كحل نمشي نزعره ولا شعري زعره نمشي نحمره ولا نبدل اللون في الشعر ولا نطلص وجهي بالماكياج ولا نجي نشري لباس غالي، لا ماشي هذا هو الاهتمام اللي بغيتك تهتمي. هذا الاهتمام غير نهار اللي ما تصبغي شعرك غالبا شعرك خايب. هذا الاهتمام اللي انتي غتديري نهار اللي غتطلصي وجهك بالماكياج، ملي غادي تغسليها تقلبي ان البشره ديالك حالتها، غتلقاي راسك حالتك كاشفه، يعني داك الماكياج راه ما نافعش ديما. غنمشي نشري شي لبسه غاليه، لبس ما غتقدريش ديما لبس غالي، ولبس غالي ما عنده باش كيفيد. ماشي بالضروره هاد الشيء الشكلي هو الاهتمام بالراس. يعني بالنسبه للمراه تقول لك انا كنهتم براسي فران فلانه حيت كل مره صابغه شعرها، كل مره صابغه ظفارها، كل مره راه مهتمه براسها، لا ماشي هذا هو الاهتمام اللي بغيتكم تهتموا براسكم. حتى هو زوين ولكن لا خصني نهتم من الداخل، حيت الشعر الا بقيتي صبغ 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 غايجي واحد الوقت ما تلقايش شعر غتقراي. الا جيتي وجهك كل مره طلص الفون وغطي غطي غطي، غايجي واحد النهار غتغسلي وجهك وغتلاقي مع الناس ما تحمليش راسك، غتجي تلاقي مع الناس على غفله وانتي ما مدايرش فون ما مغطيه ما والو، ما تحمليش راسك، غتلقاي فمك زرق، غتلقاي وجهك كله حبوب وكله البوانوار وكل المسام حلوله، يعني ما يعجبكش الحال. الاهتمام اللي غنبغيك تهتمي براسك هو من الداخل، نهتم براسي انا. الا ما قارياش نتعلم نقرا، الى قاريه وصلت لواحد المستوى مثلا كطريان غنمشي نتعلم اللغه الفرنسيه، انا عندي اللغه الفرنسيه وعندي وقاريه وفاهمه، غنمشي نتعلم لونجلي اسبانيونيه، نتعلم الطاليانيه، نتعلم شي حاجه. يعني ام فوا كتبداي تعطي الوقت لراسك وتعلمي شي حاجه اوتوماتيكمون كتولي عندك واحد الطاقه، كتولي عندك واحد القيمه لراسك، كتولي تحسي بديك القيمه عندك.
او لا مثلا قلنا بهذا بجانب يعني تعلمي، او لا تمشي تقراي يعني شي حوايج، بزاف بزاف ديال المواضيع ممكن تقراي عليهم ويفيدوك، يعني حتى ملي جلستي مع الجماعه او ملي جلستي انت والراجل اللي هو مطيح بيكم ما عطاكش قيمه، غادي جلستي تهضري معاه غتلقاي عندك واحد المواضيع كثيره وبانك متقفه عليه، يعني كتردي الاعتبار لراسك بهذه الطريقه هذه. واللي غنبغي نزيد نقول لك قتهتمي كما قلت لك بالتقفي، غادي من واحد المعلومات واحد الباجاج يكون عندك اللي ملي كتحطي في مواقف كتسلكي بها راسك وكتهضري بكل ثقه وراسك مرفوع، حتى عندك واحد المعلومات ربما اللي قاري ربما اللي ما فين واصل ما عندوش هذه المعلومات. هذه نقطه مهمه حتى الناس اللي كيعانيو من قلة الثقه، يعني ما كيتيقوش في راسهم، ملي كتجلسوا واحد المجموعه وكتلقاو عندكم ما يتقال يعني كتخليكم تثقوا في راسكم، يعني كتعاونكم، ما كتبقاوش حشمانين، ما كتبقاوش مكمشين، ما كتبقاوش غير كتشوفوا في هذا كيهضر هذه كتهضر، يعني نتوما كيكون عندكم ما يتقال، يعني كتلفتوا انتباه وكتحسوا براسكم، يعني كتكونوا فخورين براسكم، وحتى لبلادكم كيكونوا معكم كيكونوا هما فخورين بكم، ملي كيشوفكم بانكم فارضين الوجود ديالكم في واحد المجمع، يعني باين الحضور ديالكم. حتى هذا الراجل كان كيشوفك ربما واحد السيده اللي ما قارياش، ولا واحد السيده اللي اش غنقولوا اللي سمحت في كل شيء على قبله، ملي كيشوفك هكاك يعني الحضور ديالك قوي كيبقى يدير حسابك، فهمت؟ اولا كيبقى هو كيفتخر بيك. زائد نقول لكم نقطة أخرى، قلنا على تقفي راسك، تعلمي لغة، تعلمي تقفي يعني في جميع المجالات، يكون عندك ويكون عندك ما يتقال بهذا المعنى هذا. زائد تهلاي في راسك من الداخل في التغذية، التغذية البنات دابا كاين اللي كيمشيو كيشريو مكملات غذائية، أولا هي مكملات غذائية راه مزيانة تماما ماشي ضدها أنا، ولكن عوض ما نمشي نشري مكملات غذائية وهذه نراقب تغذيتي هي الأولى. إلا كنت كنفيق الصباح كنفطر بواحد الطرف ديال الخبز وفريميجه وواحد كاس ديال الاتاي ولا كاس القهوه، غنحيد هاد القاعده هادي، ما نفطرش انا بالخبز بوحدو، انا داك الفطور ندير فيه شويه غير نص خيار، ربع خيار، ربع خيار مقطع، نص مطيشه مقطعه، ندير واحد الاومليت، واحد الفريميجه، يعني شي حوايج بساطه كيكونوا متوفرين ديما، نديرهم كاع، ما عنديش غنمشي نشري غير واحد 10 درهم ديال اللوز، 10 درهم ديال الكركاع، ونخليهم عندي كل نهار نحط جوج لويزات ولا ربعة لويزات وجوج كركاعات، المهم ديك نكون كناكل داك المواد الطبيعيه اللي غترجع ليا بحوايج زوينين على البشره ديالي وعلى الدماغ ديالي وعلى يعني غتنعكس عليك، غتنعكس عليك. عوض ما تخسري فلوسك في البومادات، فانت راقبي التغذيه ديالك، كما قلنا الفطور نوعي في الفطور، ماشي بالضروره تخسري فلوس بزاف، راه ما عندكش كما قلت لك 10 درهم ديال اللوز 10 درهم ديال الكركاع، هذه شويه الخيار، هذا شويه مطيشه، كلشي عنده خيار، كلشي عنده مطيشه، وبيضه هكا مقليه ولا مسلوقه، المهم هو غنفركس داكشي ونحطو بالتل والتاوي، بحال جاي عندي شي حد ولا كنحضر لشي حد. حنا تربينا بزاف على اننا كنوجدو الضياف داكشي احسن ملي كنوجدو راسنا، وكنتولو لهم الطبله احسن ملي كنتولوها لراسنا، وكذلك تربينا اننا نوجدو للزوج ديالنا او نتولو الطبله لوليداتنا والزوج ديالنا، وحنا ملي غنجيو نفطروا ما عندناش غير الطبله كتبقى ملونه كنوضو كوبوكس، ربما شارب فيه شي حد تكبي فيه وتنوضي تاكلي طبسيط ديجا واكل فيه شي حد ولا هادي ولا هادي، هادشي كله حيدو، عطيو الاهتمام لراسكم. ملي غتشدي انت غير واحد البلاطو ديال الفطور وتحطيه انت هو وغتجلسي وتفطري، صدقيني بان رجع لي واحد الاحساس زوين بزاف. وعاد كما قلت لكم الا نوعتوا في التغذيه ديالكم، دخلتوا الخضار، دخلتوا الفواكه الجافه، دخلتوا الفاكهه، ونقصتوا شويه من الخبز، يعني غادي ترجع الانعكاس على الشكل الخارجي ديالكم، وعاد تزيد داك الحب اللي كتحسوا به باتجاه راسكم، يعني راه شي حاجه لا تقدر بثمن. هذا هو الاهتمام اللي بغيتكم تهتموا براسكم، راه كما قلت لكم ماشي غنجي انا غير الشكل الخارجي، نجي شعري كل سيمانه نمشي نصايبو بالسيشوار ولا نمشي للصالون، نجي كل مره بالبلاك نحرق فيه، لا، هاد العنايه هذه انا بصح انا واحد الوقيته كنكسحبني واش هذه هي العنايه بالذات، كنكسحبني بانني الا صايبت شعري وتبقت فراتي ولبس حوايج زوينين زعما صافي راني مهضيه فراسي، ولكن لا، كتوصل لواحد المرحله عاد كتفهم الامور كيفاش غاده، الاهتمام بالذات كما قلت لكم هتموا براسكم من الداخل عاد خرجوا على برا، حيت داكشي اللي داخل كينعكس على برا، اما داكشي الشكل اللي على برا عمو ما غينعكس لك على الداخل. ممكن يعطيك واحد الثقه في الناس، واحد المجمع كتبني زوينه، كتبني ضاربه على الشعر، كتبني لابسه ليا لالا ديك اللبسه مقاده، داك الشعر مقاد، ولكن ملي كتجي تهضري واش كتهضري بالشكل ديالك؟ ملي كتجي تحب تشاركي حسيت مع الناس ولا جابتي شي موضوع تبغي تشاركي فيه، واش المنظر ديالك هو اللي غيشارك؟
صدقيني الا كنتي انت من هذا النوع هذا اللي مهتمه غير بالشكل صافي بضربه لك الدوبات يديها كاملين بالدوبات ولا لي زاكسسوار كاملين يديها عامر القاع عامر والودنين معمرين معمر ولابسه لك واحد التكشيطه ديال الفريع ولا واحد الجلابه ديال الفريع واحد الشعر كي دايره واش منك يا ماكياج منك يا هادي يعني ما كاينش الديف وما كاينش فين تشدو فيه في الشكل، ولكن ملي غتجلسي تخلطي مع الناس واخا هكا كتبقاي جالسه ملونه اين فوا كيتجبد شي موضوع ويلي انا مالي من نقول ويلي انا هادشي عمرني ما سمعتو، غتبقاي كتشوفي فيهم غتحسي بالنقص. اللهم خدمي على الظاهر، الله يجعلك تكوني لابسه غير التيشيرت ديال 10 دراهم وغتجي تخلطي مع الناس وتلقاي بان الدماغ هذا عامر، وغتلقاي بان انتي باغي انتي عاجبك راسك طايقه في راسك، يعني الحاجه اي حاجه اللي جات كتشاركي فيها وتهضري فيها وكتعطي قيمه لراسك اكثر ملي كتعرفي شكون اللي غتجاوبيه وشكون اللي ما غتجاوبيش وشنو الموضوع اللي يستحق انني نهضر فيه والموضوع اللي ما يستحقش انني نخشي راسي فيه، نخلي راسي ساكته ونخلي راسي عندي القيمه ديالي. يعني هنا اللي كتحترمي راسك وهنا كتعطي قيمه لراسك، وهذوك اللي محيطين بك وهذاك الراجل اللي كان البارح كيجي ويخصك الفوطه توجديها له في الطبله اولا خاصو ديك الماكله يلقاها سخونه هو داخل هو ما فين كان وخصو يدخل يلقى الماكله كتفور تحطيها له في الطبله، هذاك الراجل هو نيت كيتبدل التعامل ديالو معاك، كيولي يشوفك شي حاجه واو شي حاجه كبيره عليه هو كيولي يقلب باش يعطيك باش يحافظ عليك كيولي يخاف عليك. اما الا بقيتي على نفس الحال فاكيد غيجي واحد النهار صافي غيجيك بانك انت النهار كامل انت في الشغل نهار كامل كنتي في تماره وكيجي كيلقاك حالتك عيانه ما فيك ما ديري حتى شي حاجه ما في عندك انا حتى تهضري وكتزيدي تعطيه الخطر اكثر من القياس، وكيشوفك حالتك اللي ما مسوقاش راسك اصلا ما مهتماش براسك ماشي لا شكلا ولا مضمونا ما كاينش الاهتمام بالنفس، يعني شنقول لك كتبان ليه خصو يبدل، وهذا الشيء ماشي هو اللي دار راك انت اللي درتيه. هادشي اش كنقول لكم غير راسكم احترموا راسكم سبقوا راسكم، حيت ما يمكنش نقول لكم انا ما يمكنش شي واحد ما كيبغيش راسو ويبغي الاخرين، ما يمكنش شي واحد ما محترمش راسو ويحترم الاخرين. نعطي قيمه لراسي انا الاولى، نحترم راسي انا الاولى، نتهلا في راسي انا الاولى، ما نتهلا في الاخرين. يعني ماشي كنقول لكم زعما سمحوا في الاخرين، سمحوا في ولادكم، سمحوا في رجالاتكم، سمحوا في خواتاتكم، سمحوا في صحاباتكم، سمحوا زعما تعاملوا مع راسكم وصافي وسدوا على كل شيء. لا كنقول لكم بلي تهلاو في راسكم نتوما دائما، مثلا عندي واحد 5 دقائق هي اللي عندي فيها مساليه، مثلا انا خدامه مع الجوج ولكن دابا راه جوج قال قسم ولا قال قسمين، عوض ما نضرب فيها تماع على قبل شي حد، وانا راني محتاجه مثلا غير نترولاكسا محتاجه نترولاكسا باش نقدر نمشي نخدم ونقدر نكمل نهاري. هذيك 5 دقائق نعطيها راسي انا الاولى، ماشي شي حد كيعيط لي في التليفون غير باش يعاود ليا شي حاجه ولا شي حاجه تافهه وغنمشي انا نبقى شاده ديك 5 دقائق ولا 10 دقائق كنهضر معاه ونسمح فراسي لي انا بصح محتاجه واحد الراحه. فهمتوا كنتمنى نكون توفقت في الهضره ديالي، توفقت في توصيل المعلومه اللي بغيت نوصل لكم. عطيو راسكم قيمه قبل من كل شيء، تهلاو في راسكم من الداخل قبل ما تهلاو في راسكم من الخارج، تقفوا راسكم تعلمي ما قريتش كما قلت لك، تعلمي واخا غير خياطه، تعلمي واخا غير اي حاجه كروشي، كاين بزاف ديال الحوايج تعلمي ترسمي، تعلمي بزاف ديال الحوايج ممكن ديرهم، تعلمي تصايبي الشمع تقدر دير مشروع هذا ديال الشمع ولا ديال الرسم ولا شي حاجه تقدر ديري بها مشروع، يعني ماشي ضروري تكوني قاريه واصله واحد المركز في القرايه، يعني كل وحده كتشوف القدرات ديالها والحوايج اللي هي كتبغيهم. وداك الحوايج ملي كنديرو شي حوايج اللي حنا بصح باغيينهم كينفسوا علينا، واخا ما تكون عندك واحد المشاكل ما عرف شنو واحد الضغوطات ما عرف شنو، ملي كديري واحد الحاجه خاصه بك واحد الحاجه اللي نتي كتبغيها كتلقاي راسك بانك تنفستي، بانك ما بقيتش ديك الانسانه اللي عصبيه وواحد الانسانه اللي دغيا تهضري معاها دغيا كتعصب ودغيا كدير ولا تسخف ولا كتولي تحسي براسك قويه، كتولي تفكري بايجابيه، كتولي تحطي اهداف قدامك باش توصلي ليهم. وهاد هادشي اللي كاين، هادشي اللي نقدر نقول لكم، يعني ديما صبوا راسكم وتهلاو في راسكم وما نبغيش انا العائله كيبقاو يشكيو، ما فيها باس الواحد يشكي الخوي قلبو يهضر راجلي قال ليا راجلي دار ليا، ولكن كما قلت لكم الاخطاء راه ديالنا حنا، يعني حنا منا حنا الاخطاء، حنا اللي ما عطيناش قيمه لراسنا، حنا اللي عطينا وقتنا كامل وضحينا وكلشي على قبل داك الراجل، راه ماشي الخطا ديالو هو بوحدو، خطا بدا من عندنا حنايا. نوضي فيقي نوضي تهلاي في راسك الصباح قبل ما تدخلي الكوزينه، قبل ما توقفي الكوزينه سيري قدي راسك،
سير دير غير ماسك، ديري ماسك لوجهك، ماسك لشعرك، بما مثلا طيبتي واحد الغديوه ولا هذه، وسيري دوشي من وراها وجلسي ارتاحي مع راساتك. يعني خصك غير تنظمي وقتك وتعرفي وتعطي كل حاجه حقها. دابا البنات ما بقاني غير نقول لكم خليكم على خير، نتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش اي موضوع بغيتوني نهضر عليه بارطاجيو معايا، يعني في الانستغرام غالبا في الانستغرام البنات، على الفيسبوك راه ما كنخدمش ميساجات، قليل 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 جدا فين كندخلوا كنشوف شنو كاين فيه كنولي نمسحوا صافي كنولي نحيدو. حيت صراحه كنلقى دابا مجموعه بزاف من الميساجات، يعني كنلقى كيجيوك مكالمات كتبعث مع مكالمه بالكاميرا، يعني حتى الجراه في بنادم كيتصل بك بالكاميرا انت ما كتعرفي ما والو. شي علاش انا غادي تقرا صافي ميساجات في دمانجمو غير من والو، غير بالو الفيسبوك ديالك ولا هذه كيجي كيتصل بك قبل ما كيعرفك بانك انت شنو النيه ديالك، علاش كتبارطاجي اولا شنو النيه ديالك منين داخله ديك الفيسبوك، واش انك باغي تعرفي على الناس ولا انك، وحتى هذه حتى تكون النيه ديالك انك غتعرفي. لا يعقل انك انسان عمرك ما شتيه وعمرك ما قلتي له تصبح الخير ولا السلام وغادي يجي يتصل بك بالكاميرا. يعني كنتمنى اللي كيديروا هاد الافعال يعني يراجعوا راسهم وبلا ما يحطوا راسهم في هاد المواقف هذه. وهادشي اللي كاين، نخليكم على خير ونتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله.